بعد توقف ناهز 6 أسابيع عاد منتخب الفتيان لكي يدشن تجمعا إعداديا جديدا بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة بحضور 24 لاعبا. الناخب الوطني عبد الله الإدريسي الذي أنهى مرحلة البناء لم يحسن في اختياراته البشرية وواصل عملية الانتقاء وفق معايير دقيقة ومحددة تعطي الأولوية للعناصر الأكثر جاهزية. ما يمكنش نحسمه في اللائحة النهائية، ما يمكنش، حيت أولا قعدنا نسحقها حتى 2013 وباقي عندنا متسع من الوقت باش نشوفوا جميع اللاعبين ديال المحليين بطبيعة 96 97 ونشوفوهم ونكونوا فكرة عليهم اللي هي تكون شبه نهائية. ما ننساوش كذلك بأنه غيجيونا لافاز ديال المباريات الدولية الحبية، وفي المباريات الحبية الدولية كتاخذ نظرة أخرى عاوتاني على اللاعبين. الاجتهاد اللي خصو يكون كبير هو من شي الفرقة ديالك. إلا تسنيتي حتى كتجي لهنايا ال 16 ديال ليكيب ناسيونال عاد تبغي تخدم عاد تبغي تجتهد غتلقى راسك بينا خاوي. حنا ماشي عاد نبداو معكم، خصنا نطلقوا معكم حنا من المستوى اللي كنتو فيه 16 اللي فات، فهمت؟ دائما هذه واللي كيقطع ملي كيمشي من لهنايا وما كيخدمش مزيان في الكلوب ديالو اوتوماتيكمون كيجي خاوي. اذا ديروا في بالكم بان في الماتش ديال الكرون كازا ديال الدربي ديال الكبرى ولا ديال المكناسه فيلات راه الا بان لنا شي واحد وبان لنا شي واحد اللي هو مزيان راه نعيطوا له. منتخب الفتيان الذي ظل جامدا في صقيع السلبيات لعقود متلاحقه حاول تجاوز اخطاء الماضي بتخطيط مسبق تضمن برنامجا متكاملا يستهدف خلق منتخب تنافسي بتطلعات هادفه. احنا دابا غادي نديروا امبراساج على كاع اللاعبين المزيانين نيفو لوكال باش في جوان جويي يكون عندنا نظره صافيه على اللاعبين اللي فعلا يستحقوا يكونوا في المنتخب الوطني. وما ننساوش بانه احنا دابا لاعبين غنلعبوا مع الدار البيضاء مع الكازا كرون كازا مع لا سيليكسيون ريجونال ديال الكراسيفيلات، ولكن راه بطبيعه الحال كاين ليغ الغرب كاين عبد الدكاله كاين جميع لي ليغ غنحاولوا نديروا معهم مباريات باش نشوفوا اللاعبين اللي عندهم مزيانين ونقدروا نضمهم لنا. ملي نوصلوا ملي نغسلوا هذه المرحله هذه ديال الانتقاء وغادي ندوزوا بطبيعه الحال لافاز ديال الماتش انترناسيونو اميكو. دونك بالنسبه للحصه اليوم اشوفمون تكنيك فيها الكره فيها بزاف لي باس، هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه غادي نديروا دائما لي باس لي كونترول اورينتي، ولكن ماشي في اسباس صغيور في لو سونس ديال لو جو. مثلا للغوش مزير كيرجع لارير غوش، لارير غوش كيدخلها للميليو تيرا، الميليو تيرا كيدوزها لاتاكون، لاتاكون عامر كيرجعها للميليو تيرا، الميليو تيرا كيبان له واحد ديبوردي ادروات كيعطيه كيدوز له لاباس، هذاك اللي دوز لاباس يدير ان سونتر يمشي لاتاكون يمشي ماركي. يلا الله يعاونك. يلا اسمح لي الدراري عاد نفلو هنايا كل بلو فيه 3 3 4 4 3 3. ركزنا على بزاف ديال الجوانب، من الجوانب التقنيه ومن الجوانب ديال الفيزيك. في هذا المعسكر كنا كنقوموا بزاف ديال المباريات مع مختلف فرق. الحمد لله استفدنا اننا جمعنا بيناتنا جميع فرق لاعبين جميع فرق وطنيه جمعنا في المنتخب الوطني، والحمد لله كما شفتوا دزنا من جوج مرحلات وهذه المرحله الثالثه ان شاء الله اللي غادي يكونوا فيها شي دراري مزيانين يلعبوا مقابلات استعداديه اللي غادي يشوف منها الناخب الوطني غادي يقرر واحد اللائحه التي تكون قادره بانها تلعب كاس افريقيا للشبان ان شاء الله في 2013 اللي طمعنا هنا بالمغرب ان شاء الله. تنظيم المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للفتيان لسنة 2013 أعطى للمنتخب الوطني دفعة معنوية إضافية ستساعده على انتزاع أكبر المكاسب في أول مشاركة مغربية في نهائيات الكان. نحاول نمثل المغرب أحسن تمثيل في هذه المشاركة، وكما كتعرف أن المغرب اللي غادي ينظم هذا ناس كاس افريقيا، نحاولوا نبذلوا مجهود كبير باش نشرفوا المغرب. الطموح ديالنا هو كمنتخب وطني كيبغي انه يفوز كاس افريقيا ولما لا تأول كاس العالم ان شاء الله باش نشرفوا البلد ديالنا ونديروا شي استحقاق هام ان شاء الله.
المؤشرات الآنية توحي بقدرة منتخب الفتيان على صنع أفراح مغربية خلال الموعد القاري، وبالتالي طي صفحات ماضي عناوينه حافلة بالإخفاقات والانكسارات.